Alors, اليوم أنيسة في مطبخ مونيا أم سن أنا راح نطيبو لي ميني بيتزا. باش تطيبو لي ميني بيتزا يلزم لكم دو فيغ هكذا. جبت الكاس كيما تاعها. دونك دو فيغ دو فارين زوج كيسان فارينة خميرة الخبز دو سكر دو سيل والزيت. سي تو سي تو سي تو ولي تعجز كيما أنا كاينة صوص طوماط. ما فانيش الوقت نديرها دونك هكذا باش ديروا لي ميني بيتزا بعد بيان سور ولي ديكورو كيما تحبوا انا نحديكم من بعد فايس واحد اخرين ندير لهم هكا فوالا فوالا بون كيما تقول ام وليد تخلطوا المواد الجافه اللي هي دونك زوج كيسان فرينه مغرفه خميره سكر ملح جي هكذا ومن بعد هادي نزيدو الزيت دونك كاس فان كاس نو دو كويغا سوب دو دويل و هنايا ما دافي قلتلك الماء دافي باسكو الزوب سي شيميكي تخلط الماء سخون مع الخميرة فوالا الوغ غلط غلط يلزم ثلاثة مغارف 3 كويغا سوب تاع الزيت ثلاثة ثم تاني يماكم كي تكسروا حاجه تقول لك ارحل على راسك جوغ زعما كان احترى لك حاجه سقط في حاجه وجات في ال دي فطا عيط لك سي كوا ما بارتي بريفيري دونك هنايا ومواليد قالت لكم يلزم العجينة تاعكم تكون تلصق يا قلت لكم يعني قدمت غنشقي أنيساتي هذيك هي تو سكو جيم تو سكو جيم هاي ليك شوف نزيدوها شوية باش تجي ان دو بلوس ما تقلقوش كي تكون ليها هكا صغيرة باسكو بعدا مع الخميرة تزيد دوكا نحلو لاباط تاعنا هاي ليك في بلون طخافاي ديالنا الفارينة ماما جابت لي لاباط دو بيسبول و على بالك ماما الناس قالو لك بلي سي لاباط دو بيسبول ها يا بوكو هذي سي فينارو لكم ديروا 1 سنتيمتر la pizza donc on a bien évidemment la sauce tomate de la fécule khal donc fromage râpé au four cornichon dans la tomate olive ou cannelle je pense mais je suis pas encore sûre donc voilà voilà donc hadouma la sauce tomate thon olive ou hadouma sauce tomate avec le fromage à l'échelle et mozzarella on dit de l'homme bien évidemment le fromage la première fois à mes petites pizzas تحقوا العراس ولا باليمات ولا راني هنا بطبوط ميني بيتزا بوراك راني هنا
c'est la deuxième fournée. Donc, Anna, vous allez vous demander ce que c'est. Donc, Anna, chèvre miel. Donc, c'est excellent pour les gens qui aiment salé sucré. Et j'en ai fait que quelques-unes, comme chez Café Darlina Clo. Donc, voilà, Anna, chèvre miel, Anna, trois fromages, et voilà.